انتصارات الاهلي كانت من الحاجات الغريبه ان الناس تتوقع وتقول اصل الاهلي ممكن حتى ما يكسبش، ممكن ما يحرص اي هدف على فريق الترجي التونسي وهيخسر مباراه من الاثنين. طب احنا بشكل مدوي على السوشيال ميديا وكان ترند لانه بيتكلم على حاجه هتحصل سنين، والمين مش لاي حد، ده ملك القضيه. تعالوا نسمع ونشوف. افتكر الكلمه اللي اقولها لك دي، الاهلي بتاع ابو تريكه وائل جمعه راجع. افتكر الكلمه اللي اقولها لك دي، الاهلي بتاع ابو تريكه وائل جمعه راجع. ملك القضية حسمها من 2020. الأهلي أو منظومة الأهلي كانت بتعمل إعادة ترتيب الأوراق بعد فاينل 2017 أمام صن داونز في 2019، كان في إعادة ترتيب الأوراق، وأول إعادة لترتيب الأوراق كانت ملك القضية محمد مجدي قفشة اتكلم بعد نهاء القرن وقال وقتها، افتكر كان بيقولها حتى لزميلنا المصور في المركز الإعلامي في الأهلي زميلنا سامح، قال له وقتها إيه؟ قال له افتكر الكلمة تريكا وائل جمعه راجع تاني. ومن وقتها يا قفشه فعلا من 2020 ل 2024 خمس اربع دوري ابطال افريقيا، لولا الحدث اللي حصل في عام 2022 ومباراه اطلق الاتحاد الافريقي واقيمت المباراه الوحيده كانت بدون ذهاب واياب اتلعبت في المغرب، هيات بخمس بطولات، رقم قياسي لم يتكرر من قبل. ولكن قفشه انا ركز جدا او تركز جدا مع كل تصريح هيقوله، تركز جدا مع كل كلمه بيقول. الموضوع بشكل يعني ترند سوشيال ميديا، حتى بتصريحات قفشه الجميله التلقائيه اللي بتطلع على طول، لكن بعد اللي قاله في 2020 لازم نركز مع محمد قالها، افتكر كويس جدا جيل الاهلي اللي حقق بطولات مع تريكا وائل جمعه رجع تاني. ايه؟ عادل ينتقم، فاز على الكل، فاز على الاخضر يعني خد الاخضر واليابس، كسب الترجي يعني كانت مباريات كبيره جدا، مباريات صعبه جدا، لكن بنرفع القبعه لمحمد مجدي قفشه. السوشيال ميديا دلوقتي بيذكرنا بجمله تاريخيه اتقالت في 2020 ودلوقتي بعد خمس سنين الانجاز الكبير. في اول رد فعل على المقطع اللي كنا بنتكلم عليه من شويه محمد مجدي قفشه على كلمه جيل ابو تريكه وائل جمعه راجع من تاني والفتره الجايه هنكسب كل، لسه من شويه كنت بتكلم مع محمد مجدي قفشه كده في الفاصل بشان الكلام اللي اتقال من حوالي، تفاصيل حلوه جدا وبرضه محتاج يعني اشرك معانا جمهور الاهلي في هذه التفاصيل اللي عدى على ناس كتيره ومحدش ركز فيه الا دلوقتي، ويمكن احنا حتى كمان شفنا السوشيال ميديا ازاي ركزت خمس سنين بعد نهاية القرن بين الاهلي والزمالك. على فكره قفشه قال لي ايه؟ قال لي على فكره الكلام اللي اتقال انا وقتها اتكلمت وقلت كده لان كان في تصميم اللي انا لازم اقول الكلام ده عشان يبقى فيه تدعيم صعبه جدا، قال كان في ضغط كبير جدا على الفريق وعليا، وقال بسبب الكلمه اللي بنخسر ماتش او بنخسر بطوله عايزينكم زي الجيل اللي كان موجود قبل كده، جيل تريكا ومتع. الكلمه دي كانت بالنسبه لي دايما بترن في ودني وفي ودن الجيل اللي موجود دلوقتي، فكنت حريص اقول الكلمه بالقضية ممكن عشان افكر الجماهير ان الجيل ده اللي حقق البطولات دي احنا باذن الله هنحاول نقود في البطولات اللي جايه، وقال ده كان هدف من وقتها قلته ليا ولكل زمايلي. احنا لسه لغايه دلوقتي ما عملناش حاجه، تخيلوا. هل يا ترى ممكن بعد اربع خمس عمر ان شاء الله باذن الله يعني ممكن نيجي وقتها ونقول ان قفشه حتى في 2024 بعد قيه من اصل اخر خمس سنوات وقتها قال احنا لسه ما عملناش حاجه، هنشوف. لكن انا بتوقع ان محمد مجدي قفشه الفتره الجايه اكيد هيتخطى علماء الفلك وعلماء دايما في المباريات والتوقعات اللي بتتقال دايما على الماتشات، لكن الجيل الحالي بيستطيع وواجبنا وحقهم علينا ان احنا نتكلم على هذا الانجاز الكبير جدا اي اجيال جايه. بس على فكره في الاهلي ما فيش حاجة صعبة على أي حد، وشفنا الإنجاز اللي بيتحقق. يا قفشة شكرا على تفاعلك، ودايما هنا برنامج الترند حلقة وصل ما بين نجوم الأهلي مع جماهير النادي الأهلي، حلقة الوصل دايما المتصل ما بين السوشيال ميديا مع النادي الأهلي خلال برنامج الترند على شاشة قناة الأهلي.